اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من مطبخ صباح النور. النهارده ان شاء الله هعمل لكم شاورما. شاورما بكذا نوع بقى، يعني هو الاساس بتاعنا الشاورما بالتتبيله الفراخ بتاعتها وكل حاجه. بعد كده هنعمل بقى فتة الشاورما، وعندنا سندوتشات شاورما. ان شاء الله نعمل لكم سلطه كده بالفراخ والتوميه جميله وسريعه. طيب عندي اول حاجه عايزين نبدا بيها الرز البسمتي بتاعنا، اللي هو الرز بتاع الفته. هو سهل جدا، عباره عن فحله عندي هنا، ننزل بالزيت، شوية زيت وعليه معلقة زبدة، لازم دايما الزيت والزبدة مع الرز. عندي النار شوية. طيب أنا عندي هنا البهارات الصحيحة، اللي هي بتبقى عبارة عن شوية ورق لورا على كزبرة حبة على فلفل أسود على القرفة، عود قرفة. ننزل كل المكونات مع بعض، سيبها تاخد نكهات بعض وتتشوح كده كويس. بعد كده نبدا نجهز في ايه، تتبيل الشاورما. طيب كل اللي محتاجينه عندي صدر فرخه جمدته حوالي، حطيته في الفريزر حوالي ساعه ونص عشان نعرف نقطعه شرايح رفيعه. اهو كده نبدا بقى ايه، نقطع شرايح ورق رفيع خالص على قد ما نقدر. اهو كده السكينه، تدخل معانا السكينه حاميه. طبعا كان طلع ترند قبل كده زمان من 6 7 سنين الشاورما اللي بيحطوها على السيخ زي المطاعم بيحطوها في الفرن. برضو مفيش مشكله، تقدروا تحطوها على سيخ خشب وتدخلوها على الفرن تستوي. طيب كده قطعنا الشاورما بتاعتنا رفيعه، نجهز التتبيله اللي ابسط منها واسهل منها مفيش. شوية بهارات كتير بس تحس ان هي صعبة، بس عادي سهلة جدا. عندي هنا عصير برتقان مع زيت الزيتون والليمون والبهارات بقى. عندي هنا ملح، وعندي الزنجبيل باودر، وعندي الكزبرة الناشفة، وبعد كده فلفل اسود. طبعا الاساس في الشاورما دايما بيدي النكهة حلوة قوي الهيل الباودر، حط رشة هيل. وعندي التوم اللي انا فرمته، بعد كده عندي دبس فلفل وزبادي. شيل بقى، ادي دبس الفلفل، ولو حابين تستخدموا هريسة مفيش مشكلة تدينا برضو نكهة كويسة مع الزبادي بتاعنا او اللبن زي ما بتسموه. بعد كده نقلب كل الخليط كويس مع بعض. طبعا دايما يفضل الشاورما تتبل لما نحطها في التتبيله بتاعتها، نسيبها في الثلاجه من 12 ساعه لليوم، او من 12 ساعه ل 24 ساعه تتشرب كويس معانا وتكون متتبله حلو. اهو كده التتبيله جاهزه معانا. ننزل بالشاورما بتاعتنا اهي الصدور ونقلبها ونرجع نكمل. طيب نروح نشوف الرز. هنا البهارات اللي انا حطيتها البهارات الصحيحه بدات تطلع الريحه، اديها تقليبه كمان وننزل عليها بالميه بتاعتها اهي، ميه او شوربه طبعا تقدروا تستخدموا اللي موجود، سواء شوربه فراخ، مرقه فراخ يعني، او ميه، بس كتروا لو في ميه كتروا شويه سمن وزيت. حطيت الملح، وعندي هنا بقى ايه، رشه كركم اللي بتدي اللون الاصفر الحلو للرز. هنسيب كل المكونات مع بعض تغلي وتتشرب من أطعمة بعض، وبعد كده نحط عليها الرز ونسيبهم يقفل على حوالي 20-25 دقيقة. نعلي النار هنا للشاورما عشان نبدأ نشوحها ونلف السندوتش وأوريكم كل التفاصيل. عندي هنا الشاورما بتاعتنا زي ما اتفقنا، سهلة وسريعة. اهم حاجه بس هو السر كله في التتبيلات دايما، والفراخ تحب ان هي تقعد في الثلاجه كتير عكس اللحمه والسمك، ما يحبوش ان هم يقعدوا في الثلاجه وفي التتبيله كتير عشان ما يتهروش بزياده، بالذات لو معنا حته لحمه فليه طريه. اهو ادي الشاورما بتاعتنا. طبعا انا عندي هنا حطيت مدور على زيت الزيتون، اهو معانا زيت الزيتون، نحط شويه على الطاسه، وبعد كده نبدا نحمر
الفراخ بتاعتنا، بس نسيبها تسخن شويه عشان نحمر الفراخ وتاخد ايه الوش الجميل بتاعنا. طبعا بعد ما حمرناها او لسه هنحمرها، انا هنا بس مجهز معايا شويه من الشاورما، شايفين عامله ازاي رفيعه، حمرها تحميره ولا اروع، فعلا لازم تجربوها في البيت الوصفه، شايفين عامله ازاي التحميره بتاعت المطاعم اللي انتوا بتحبوها. انا كنت عاملها على سيخ وقطعتها عشان نبدا نجهز مع بعض الساندوتش. طيب هنا الزيت بدا يسخن، نروح كل اللي احنا عايزينه الشاورما بتاعتنا، نزلها تدريجيا، ما ننزلش الكميه كلها. ليه ما ننزلش الكميه كلها؟ عشان انا عايزها تتحمر من جميع الجهات بطريقه كويسه وتدينا اللون الذهبي او اللون اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنسيبها بقى كده، نوزعها من غير تقليب بس نفرفق، يعني نعملها مع بعض كده، وبكده يكون الرز جاهز معانا، بس ننزله على الخليط اللي احنا عملناه. عندي شاورما تبلتها، قطعتها وتبلتها لكم. نيجي للاساس واللي الناس كلها بتحبه، مفيش حد فينا ما بيحبش التوميه، وهي مكوناتها اسهل منها مفيش. اهو عندي هنا التوم، عندي شويه من عصير الليمون ورشه ملح وبياض بيضه مش الصفار، عشان الناس اللي بتقول التوميه بتطلع مننا لونها مش حلو ومش ذهبي مش بيضه، بسبب ان انتوا بتحطوا صفار البيض مع البياض. نجيب عندنا كل المكونات دي. طيب التوميه بتاخد معانا حوالي من 10 ل 12 دقيقه في الخلط، بس ان انا عايز اوريه لكم كل اللي احنا محتاجينه. بنبدا بالهاند بلندر من تحت كده ونبدا نفرم شويه شويه. بصوا بناخد كده 30 ثانيه، وبعد كده بنجيب الزيت بتاعنا بالكميه بتاعت الزيت اللي هي مكتوبه على الوصفه، شايفين، نعمل خيط كده وننزل شويه شويه. طبعا بنعمل العمليه ديت زي ما اتفقنا من 10 ل 12 دقيقه، بس عشان بتاخد معانا وقت فانا مجهز شويه توميه. كريم التوم زي ما بتقولوا، او المثومه على حسب ما تسموا، شايفين طالعه معانا ناعمه وقوامها مظبوط. اللي هنعمله دلوقتي لفينا السندوتش حلو كده، وافرجكم طريقه لف السندوتش. كل اللي محتاجينه عندنا هنا دقيقه واحده بالظبط لف لكم فيها السندوتش سريع سريع. عندي هنا خبز الصاج او الخبز اللبناني اللي تحبوه، نحط معلقه توميه، نزود توميه مع شويه بطاطس. انا بفضل البطاطس، في ناس هتقول لي لا ما بنحبش البطاطس على الشاورما، انا بفضل البطاطس على الشاورما. ونجيب الفراخ بتاعتنا اللي قطعناها ونوصي شويه فراخ حلوين كده، حابين خيار مخلل، خس، بصل اللي تحبوه. نيجي بقى باللمسه الاخيره، دبس الرمان، شويه دبس الرمان كده على الايه الشاورما، بيدي طعم مسكر وجميل. وبكده يكون خلص معانا السندوتش زي ما انتم شايفين، هنلفه بالشكل ده اهو كده، اهم حاجه ندوس عليه كويس واحنا بنلف. وبكده يكون جاهز معانا اللي احنا نحمصه، ونروح بقى وان شاء الله نستناكم في الفقره الثانيه ببقيه الوصفه، وافرجكم على السندوتش بعد ما يخلص. شكرا.